الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل ما علمتنا وما تعلمنا حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا، وأنت أكرم الأكرمين. وزدنا يا رب علما نافعا وعملا صالحا مقبولا وإخلاصا كاملا، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واجعلنا من أهل القرآن الكريم، أهلك وخاصتك يا رب العالمين. أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وقلنا أن الله عز وجل بدأ بعرض قدرته بعد قوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا. وقلنا أن هذا العرض الذي عرضه الله عز وجل هو من باب إلزام العرب بعقيدة كانوا يعتقدونها، فكيف تعتقدون عقيدة تناقضها؟ هم يعلمون أن الذي خلق الأرض من؟ الله. والذي خلق السماء؟ الله. والذي خلق ما بينهما؟ وهذا قاله الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب، أنتم بعد أن اعتقدتم أن الله على كل شيء قدير، خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، على هذا النظام البديع كيف تشككون في قدرة الله في إعادة الخلق بعد الموت؟ ولذلك قال الله تعالى في سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إعادة الخلق منطقيا أهون من بدء الخلق. أنت لما تصنع عربية مثلا من البداية إلى النهاية، هذا أصعب من أنه لما تعمل لها صيانة، سواء صيانة جزئية أو صيانة كلية. علما أن الله ماذا قال بعد كلمة وهو أهون عليه؟ قال: وله المثل الأعلى. يعني ربنا لا يوجد عليه شيء صعب وشيء هين وشيء أهون، لكن من أجل أن يقربه إلى عقولنا، لذلك قال: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني ضرب لكم هذا المثل ليدخل إلى عقولكم. أما لا يوجد على الله شيء صعب وشيء هين وشيء أهون، لأن خلقه كلام كن فيكون، فوين الأهون وين الهين وين الصعب هنا؟ وإعدامه كلام، مت يموت. كل شيء عند ربنا كلام، وحتى هذا كلام كن هو تقريب لعقولنا. أنت إذا عندك بنشر وداير تعمل له إصلاح تقول له كن فيكون؟ أنت وين يا أخي؟ الخالق وين والمخلوق وين؟ أنت تذهب إلى بتاع البنشر، أو أنت تتعنى وتتعب وترفع بالعفريت ومش عارف إيش ومش عارف إيش، وربما ينجح معك وربما والله كثير نساوي البنشر نرجع على البيت لقيه نفذ بعد كل هالتعب والجهد. أما رب العزة كن فيكون، ويقع في أحسن إتقان ممكن أن يتصوره أحد. الذي أحسن كل شيء خلقه. فلذلك هذه قضية وهو أهون عليه، قال بعدها: وله المثل الأعلى. القضية للتقريب للأذهان. وصلنا إلى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات هو كل ما فيه شيء إذا عصر نزل منه، هذا يسمى شو؟ معصرات. لذلك اختلفوا في المعصرات هنا على ثلاثة أقوال، أرجحها هي السحاب، الغيم، الغيوم، الغمام، لأن السحاب هو الذي يحمل بالماء، فإذا جاءت الرياح فصدمت السحاب ببعضه البعض نزل المطر بقدرة الله. لذلك يصح أن يكون المعصرات هي الرياح،
لأن هي الذي هي التي يسوق الله بها السحاب. ويصح أن تكون المعصرات هي السحاب لأن منها ينزل الماء، ويصح أن تكون المعصرات هي السماء لأن كل ما علاك فهو سماء، يعني هذا السقف هو سماؤنا الآن، فيصح أن تقول عن الغيم سماء. المؤدى واحد، المطر هو ينزل من السحاب بعد تحريك الله لها بالرياح، وكل ذلك في السماء. إذن وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا. أحد السلف من المفسرين قال لو أن الله قال وأنزلنا بالمعصرات لكانت المعصرات هي الرياح، لأنه بيبا السبب بسبب الرياح، لكن لما قالوا أنزلنا من المعصرات إذن المعصرات هي إيش؟ السحاب أو الغمام. وأنزلنا من المعصرات، طيب الشيء بالشيء يذكر، وإن كان وهذا كله مكتوب في كتب التفسير. أيضا يقال معصر لمن؟ يقال معصر للفتاة التي في أول صباها اقتربت من الحيض ولم تحض، يقال لها إيش؟ معصر، لأنها قريبا سينزل منها الدم يسج سجة، فيقال لها أيضا إيش؟ معصر. هذا المعنى قال بعض المفسرين لما سحبه على السحاب قال إذن المعصرات هي السحاب الذي يحمل الماء ولم ينزل منه بعد، لأن الفتاة التي اقتربت من الحيض ولم تحض نسميها إيش؟ معصر، يعني ها أوشكت لكن لما بعد. وكذلك السحاب وهو محمل بالماء معصرات، أوشك يوشك ولكن لما بعد. وأنزلنا من المعصرات، طبعا هذا الكلام الشيء بالشيء يذكر، لكن ما أحد قال إنه أنزلنا من المعصرات يعني المعصرات هي الفتاة الصغيرة في أول عمرها، عم نحكي إنه هذا سحبنا هذه الكلمة على معنى آخر يستعمل لها في اللغة العربية لبيان أن المعصر شيء يشتمل على شيء يوشك أن يخرج منه. ماء سجاجة، ماء لا أعتقد أنها تحتاج إلى شرح. الماء سائل لا لون له ولا طعم ولا رائحة، ولولا ذلك لما كان الماء ماء. مجرد ما أصبح له لون أو طعم مختلف أو رائحة يسمى باسم اللون والرائحة، هذا عصير لونه إيش؟ المانجو عصير بهذا اللون، البرتقال، الليمون له لون، لكن الماء هو هذا الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، وهو سبب حياة كل حي. الأحياء منه خلقوا وركبوا وهو سبب حياتهم، امنعه عن أي حي يموت. لا تسقه ماء، أيام معدودة، الحيوان كذلك، النبات كذلك. ماء سجاجة، أيوة سجاجة هي إيش معناها؟ قال معناها منصبا متتابعا، منصبا متتابعا. حبات المطر كيف تنزل؟ سجاجا، نقطة وراء نقطة وراء نقطة وراء نقطة، وحبال من نقاط وراء بعضها البعض. ماء سجاجة، رب العالمين وصف هذا الماء الذي ينزل بوصف آخر، قال وأنزلنا من السماء ماء مباركا. يا سلام، إذن هو سجاج، هو مبارك، هو طهور، ماء طهورا. وفي آية أخرى ليطهركم به، طاهرا مطهر. إذا كان هذا الماء السجاج المبارك الطهور غزيرا، ماذا يسمى؟ بنص القرآن يسمى وابل. وإن كان خفيفا هو منصبا متتابعا لكنه ليس غزيرا وإنما خفيفا، ماذا يسمى؟ طل. قال تعالى في سورة البقرة
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي يوم القيامة عندما تزل الأقدام على الصراط إلى النار، كمثل جنة أي بستان مثمر بربوة في مكان عالي. وهذا معروف عند الفلاحين وعند أهل الاختصاص أن المكان القابل للزراعة إذا كان في مكان مرتفع نسبيا يكون محصوله أجود. كمثل جنة بربوة، الربوة المكان المرتفع، ليست جبلا وليست أرضا مستوية، ربوة، أصابها وابل أي مطر غزير فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، المطر القليل يكفيها لتحيا وتنبت، ولكن إذا جاء مطر غزير ضعفين. إذن هذا المطر هو ماء سجاج، هو مبارك، هو طهور، إن كان غزيرا فهو وابل، وإن كان قليلا أو ضعيفا فهو طل. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. أفضل الحج العج، والعج هنا تعني رفع الصوت وموالاته بالتكبير والتلبية، لذلك يسن للحاج منذ أن يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة: لبيك اللهم لبيك، ويرفع صوته و يستمر في ذلك، حتى كان الصحابة تصحل أصواتهم، يعني يصبح صوتهم ضعيفا لكثرة رفع الصوت بالتلبية والموالاة بينهما. نحن حتى كسلانين بالموضوع ده، بيطلع واحد منا على العمرة والحج يعني بيلبي له 20-30 تلبية، الله أكبر، طبقنا السنة. أي سنة يا شيخ؟ أفضل الحج العج، رفع الصوت واستمراره، والثج دماء الأضاحي التي تنصب صبا على الأرض. ما أنت لما عم تذبح الأضحية ما عم تقطع رأسه نهائيا، أنا عم تقطع الأوردة، يبقى الدم يضخ فيسج الدم سجا، وكلما أكثرت كلما كان أطيب وعند الله أفضل. أفضل الحج العج والسج. من باب طرائف العلم وليس متينه، لأنه عنا العلم الذي يبنى على قواعد وتأتي منه فائدة كبيرة نسميه متين العلم، العلم الذي فيه طرف وفيه منفعة، ما في علم ما في منفعة، لكن ليس كالأول، نسميه طريف أو نادر العلم، من نوادر العلم أو طرائف العلم وليس من متينه. أن رجلاً جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فشكى إليه مرضاً من الأمراض، فقال له: اذهب إلى زوجتك، أساس الشفاء من الزوجة وأساس المرض من الزوجة نفسها، لكن أحياناً ترضى فتكون سبباً شفائك، وإذا غضبت الله يلطف فينا وفيكم إلهي وفي جميع المسلمين. قال مرة، سوف نكون في شيء ندخل في شيء، جاء أحد المجاهدين ليبشر سيدنا عمر بن الخطاب بالانتصار في معركة من المعارك، قال فوجده يطعم الناس في المسجد، فشق نفسه، قال والله لن آكل مع الناس، أنتظر حتى أدخل إلى بيت أمير المؤمنين فآكل طعاما فاخرا، وما عرفان أنه سيدنا عمر لا يرضى من العيش إلا بأخشنه وزاهد في الدنيا، مسكين ترك الأكل من أفخر الأكل. شوف الملوك في ذلك الوقت أو الخلفاء عكس الملوك الآن، يطعمون الناس أطايب الطعام ويأكلون في بيوتهم ما خشن منه، يعني كيف لا ينصرهم الله وهم كذلك، كيف لا يعزهم الله وهم كذلك. الرجل دخل فقال أمير المؤمنين بعد أن عرفه على نفسه: يا هذه ائتينا بطعامنا، فأتت له بخل وملح
وعيش يابس. طلع هذا طعام أمير المؤمنين، فقال كل يا أخي بسم الله. وهنا ابتسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال ألا تأكلين معنا لزوجته؟ قامت شو قالت له من وراء الستار؟ قالت لو أردتني أن أبرز للناس لكسوتني كما يكسو عبد الرحمن وطلحة نساءهم، أنت ما بتجيب لي لباس أخرج بعدين تقول لي أخرجي. فسيدنا عمر لا زال يتكلم مع زوجته على سمع منه، قال ألا يكفيك أن يقولوا أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وزوجة أمير المؤمنين؟ شو بدك بالقروش أنت؟ بكفي أنت عندك شو؟ قالت ما أقل غناء ذلك عني، يعني هالسمعة دي بتشبعني إذا جعت ولا بتلبسني يعني إذا عريت؟ فالتفت عمر إلى ضيفه وقال قل يا ابن أخي فإنها لو كانت راضية لكان أفضل مما تجد. قول ما رضي أنا كتير، جابت لنا طعام أي حاجة، يلا لو رضيت نفس الطعام هيصير شو؟ فأنت سبب شفائك يبدأ منها وسبب إلى آخره. نعم. فقال له سيدنا علي اذهب إلى زوجتك وخذ منها درهمين من صداقها الذي أصدقتها إياه عند زواجكما. هي وصفة علوية يعني من سيدنا علي. ثم اذهب فاشتري به عسلا، عسل نحل صافي مش عسل قصب، عسل شنو؟ نحل. ما حدا يسألني نلقاه فين ده، انتو أدرى. قال ثم انتظر السماء حتى تمطر فاجمع شيئا منها من ماء السماء ثم اخلطه واشربه فإن فيه شفاء. قال يا أمير المؤمنين من أين أتيت بهذا؟ قال أما درهمين من صداق زوجتك فلقوله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، إذن فيه الهناء أو فيه المراءة. وأما العسل فربنا قال فيه شفاء للناس. وأما ماء السماء فإن الله قال عنه ماء مباركة، فقد جمعت الهناءة والمراءة والشفاء والبركة فكيف لا تشفى؟ على كل حال بدك تجرب جرب، ما بدك تجرب أنا لست بطبيب، ننقل فقط ما جاء عن سيدنا علي من باب وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج أي علة نزول الماء هو الإنبات. ولاحظ أن اللام هنا تشير إلى الاختصاص، لنخرج نحن مش أنتو. أرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ مهمة الفلاح إيش؟ هو ينظف الأرض، يحفرها، يعمل لها تهوية، يضع البذور فيها، يطمرها، يسقيها ويراعيها. لكن من الذي يجعل الماء يتغلغل في هذه البذور فتنتج من البذور برعما ومن البرعم مش عارف إيش إلى أن يصبح شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ من؟ أرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه؟ أم نحن؟ لذلك قال لنخرج نحن، وإذا أردنا لا نخرج مع كل جهدكم ومع كل أفعالكم، هي سبب لكن المسبب والخالق. لذلك لنخرج نحن، الفلاح يفعل ما يجب ثم يرفع رأسه إلى الله ويقول يا رب أنت الزارع لست أنا، اللهم اجعله مباركا طيبا وأنت على كل شيء قدير. لنخرج به هو سبب حبا ونباتا. قال أما الحب فهو ما يأكله الناس
قمح، شعير، دخن إلى آخره. ونبات هو ما تأكله الأنعام، قال ربنا في آية أخرى سنأتي عليها: وفاكهة وأبا. والأب أو الآب هو ما تأكله البهائم، وقيل هو بالنسبة للبهائم كالفواكه بالنسبة لطعام الإنسان، يعني ليس الأكل الرئيسي وإنما الذي يتفكهون به اسمه الآب، سنأتي إليه. لنخرج به حبا ونباتا فقط وجنات ألفافا. الجنة في أصل اشتقاقها جاءت من الستر، فكل ما هو يستر عنك فهو جنة، ما يستر به جنة، ولذلك سمي الدرع المجن لأنه يستر صاحبه من ضربات الأعداء، وسمي الجان بالجان لأنهم مستترون عن أعين الناس، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إذن هم مستترون فسموا جان. وسميت الجنة جنة، وكل أرض كثيفة الأشجار باسقة الأغصان تسمى جنة، لأنها تستر الأرض التي تحتها من أشعة الشمس لشدة التفافها وتكاثفها، فإن كانت لا تستر ما تحتها من أشعة الشمس فليست جنة. لذلك قال تعالى: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي ملتف بعضها ببعض حتى لا تكاد الأرض بينهما ترى. نعم. وهذه الجنات في سورة الرحمن ربنا قال: ولمن خاف مقام ربه. يا سلام، أقل شيء الواحد له جنتين، يا سلام. الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، عرضها معناتها طولها كم؟ إذا العرض وهو الأقل كعرض السماء والأرض، يا سلام، يعني لا بيل جيتس ولا مش عارف اسمه إيش ولا دول في أغنى ما يملكون وأقصى ما يستطيعون يأخذون شيء من الأرض، أنت لحالك في الجنة لك جنتان، كل واحدة عرضها السماوات والأرض. لذلك اصبر واستقم، وهذه الدنيا زائلة زائل ما عليها وما فيها، وفانية فان ما عليها وما فيها، ولكن الحياة الحقيقية هناك. فلا تنظر الكفار عندهم قوة عندهم استطاعة والمسلمين في ضعف، وللآخرة خير لك من الأولى. نحن ندعو ونقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، والله نريدها ونسعى إليها، لكن ليس على حساب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا، يعني هم عمليا دعوتين للآخرة، دعوة للدنيا، لأنه وقنا عذاب النار تتعلق بشو؟ بالآخرة. لذلك من نقول الإسلام وازن بين الدنيا والآخرة لا يعني أنه ساوى، لا 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 لا، الدنيا دنيا والآخرة آخرة، لكنه وازن، أي لا تترك الدنيا كلية، لا رهبانية في الإسلام، لكن لا تقبل عليها حتى تنسى الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، اشتغل لك شوي، كل شوي، شوف هذا المنهج، الابتغاء والغاية إيش؟ الدار الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك، يعني كل لك شوية أكل، لبس لك شوية لباس، لكن السعي كله لمين؟ للآخرة. المسلمين الآن أو المسلمون الآن كيف يطبقون الآية؟ يبتغون في كل ما آتاهم الله الدنيا ثم الدنيا ثم الدنيا، وأحيانا لا ينسون الآخرة. ما هذا هو المنهج؟ بعدين نقول: لماذا فعل الله بنا وفعل، ولماذا لم يعزنا الله، ولماذا؟ أنت ماذا فعلت بشرع الله؟ أعز أمر الله
يعزك الله. إن كان أمر الله في قلبك غال فأنت عند الله غالي، وإن كان أمر الله عندك رخيص فأنت عند الله لا يبالي الله بك. فاذكروني تبدأ أنت، إن تنصر الله ابدأ أنت، ادعوني أستجب لكم ابدأ أنت. أما والله عندك 100 أمر من أوامر الدين طبقت 1 أو 2، يا رب أين وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ أنت أهبل ولا شنو؟ ليش وين المؤمنين؟ ائتي بالمؤمنين يأتي نصر الله. السؤال ليس أين وعدك يا رب، ربنا لا ينسى حتى يحتاج أن نذكره. السؤال هل أنت مؤمن أم لا؟ قالت الأعراب آمنا، ربنا أقر، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. طيب الآية واضحة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين وليس نصر المسلمين. فارتقي أنت من الإسلام إلى الإيمان وطبق شرع الله يأتيك النصر. فأنت بدل أن تقول يا رب أنجز لنا وعدك وكأن الله نسي نحن نذكره، حاشا وما كان ربك نسيا، بدل أن تقول ذلك قل اللهم اجعلنا مؤمنين كما تحب أنت وترضى. عندها ستكون وليا لله وينصرك الله ويدافع الله عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أما إذا ما في إيمان لا في دفاع عنك ولا في نصر ولا في ولاية من الله لك. إذن أنت اهتم بما هو مطلوب منك واترك ما وعد الله به وكن على يقين أنه سينجز، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد، والله لا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. أنت ما تعد تشتغل بوعد الله، أنت كن على يقين، أنت اشتغل بما طلب منك فأتقنه وكن على يقين أن كل ما علقه الله عليه سيأتي 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 من غير شك ولا ريب. قال وجنات ألفافا، فربنا في سورة الرحمن قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. وصف الجنة اللي هي كما نقول يعني الفي آي بي، ثم وصف الجنة التي دونها. فالجنة نمبر 1 ماذا قال عن أول وصف لها؟ قال ذواتا أفنان، يعني ذواتا أشجار كثيفة متكاتفة متلتفة مع بعضها البعض لا تكاد الشمس تصل إلى الأرض من كثافتها والتفافها، ذواتا أفنان. والفنن هو مجموعة الأغصان وقيل مجموعة الأشجار. حلو، لما قال ومن دونهما جنتان، أول وصف قال مدهامتان، والأدهم في اللغة العربية السواد، والعرب تقول عن الخضار سوادا وعن السواد خضارا. مدهامتان أي سوداوتان يعني خضراوتان. شوف ذواتا أفنان أكثر مبالغة من مدهامتان، هي جنة وهي جنة، لكن هي جنة بتاع ملوك، هي جنة بتاع وزراء. والجنة مقامات وفيها درجات، وليس كل أهل جنة في درجة واحدة. فإن شئت أنت فركز على ذواتا أفنان، وإن شئت مدهامتان، وإن شئت فعلى طريقة ذلك الأعرابي أرأيت إن فعلت ذلك ولم أزد عليه شيئا وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم خلف الباب ممكن. فبدك خلف الباب لها سعي معين، بدك تبع من دونهما لها سعي أكثر حبة، بدك ذواتا أفنان والله بدها سعي. نعم، لذلك الله عز وجل جعل أهل النار من ليلة واحدة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. بين أهل الجنة قسمين، السابقون السابقون وأصحاب الميمنة. أصحاب الميمنة من أصحاب الجنة لكن من الجنة تبعوا من دونهما، أما السابقون هذول بتاع إيش؟ الدرجات العلى. نعم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا رب نحن كسلانين مقصرين لكن أنت أرحم الراحمين، عسى أن يجعل الله حبنا له وحبنا لنبيه وأصحاب نبيه رافعا لنا من ضعف أعمالنا. يحشر المرء مع من أحب، فإن حشرنا معهم فلحبنا لهم وشوية عمل،
أما عملنا كعملهم نحن نعمل كأبي بكر الصديق يا ربي دخيلك، كعمر بن الخطاب، لكن يحشر المرء مع من حب. والسؤال واضح يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني عمله ليس كعملهم؟ قال: المرء مع من؟ فالحب رافع للدرجات إذا قصر بها العمل. فكن مستقيما واجتهد، وكن محبا لأولئك السادة الأخيار، تكون معهم بعملك القليل وحبك الذي جعله الله رافعا إن قصر بك العمل يا رب. لذلك سيدنا أنس راوي الحديث تبع المرء مع من أحب قال: فما فرحنا نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بشيء بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث، لأني أحب أبا بكر وعمر ولم أفعل مثلهم، وأرجو أن أكون في الجنة معهم. هذا سيدنا مين؟ أنس. معناتها سيدنا أنت شو بدك تقول؟ وسيدنا أنا شو بدي أقول؟ الله يعفي عنا، الله هيك يتولانا. ثم قال تعالى بعد أن ذكر عظيم قدرته وإتقان خلقه، قال: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أي أول يوم يبدأ هو النفخ في الصور، فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا أي في الدنيا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، يعني مش تكذيب قليل، تكذيب، وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن أزيدكم إلا عذابا. هذه الآيات بدأت بالتهديد بيوم الفصل، ثم ذكر مآل الطاغين، وكلمة طاغين تشمل الفساق من المؤمنين والكفار والمشركين والملحدين كما سنرى. إن تقرير يوم الفصل كان ميقاتا، أما يوم الفصل فهو يوم القيامة، وله أسماء كثيرة جدا في القرآن، في الفاتحة: مالك يوم الدين، هنا: إن يوم الفصل كان ميقاتا، اسمها الساعة، اسمها يوم الحسرة، اسمها القارعة، اسمها الحاقة، لها أسماء كثيرة، وإن تصفحت القرآن فستذهل من كثرة أسماء ذلك اليوم الرهيب العجيب الحبيب، الحبيب للمؤمنين، لأن المؤمن متى يأخذ جائزته؟ هناك. لذلك هو يوم الفصل، يوم الحسرة على الكافرين والمفرطين والفاسقين، لكنه يوم الجائزة العظمى على إن للمتقين مفازة. ما هو المفاز؟ أيمتى هيأخذوا؟ سبعة يظلهم الله في ظله أو في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الله أكبر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا الله، فهو يوم الفصل يوم مخيف، يوم مرعب، لكن بالنتيجة هو يوم الحسرة تتقطع فيه قلوب الكافرين والفاسقين الفاجرين، ويوم الجائزة العظمى. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي. فرحان لما فرحان؟ فرحان فرحة، لو كانت فرحة تقتل أحدا لقتل بفرحته، لا فرحة تعدلها، خلاص ختم له من أهل الجنة، أخذ كتابه وماشي ليشوف الجنة تبعه دي بأيتها درجة. ها أم اقرأوا كتابي
إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابي فعملت لهذا اليوم فنجوت والحمد لله، فهو في عيشة. إذن يوم الفصل مخيف في بدايته، لكن في نهايته هو للمتقين مفازة، هو للمتقين أحلى يوم مر عليهم بحياتهم وأفرح فرحة يتلقونها هناك. ادخلوها اليوم بما كنتم تعملون. يا سلام، تسمع هالكلام من رب العزة أو الملائكة عم يقول لك تفضل تفضل، وتتلقاهم الملائكة. الله أكبر، حرس الشرف، لكن مش بتاع القصر الجمهوري، بتاع رب العزة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يا رب دخيلك من هالوفد يا رب. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، مو إلى الجنة، انتبه، إلى خالق الجنة يحشرون، فيكرمهم ويدخلهم الجنة. كيف يكون هذا اليوم بالنسبة لأهله؟ يا رب دخيلك أن نكون منهم. فهنا هذا المقطع تحدث عن يوم القيامة وعن جزاء الكفار المكذبين المعاندين الطغاة. في المقطع الأخير يتحدث عن إن للمتقين مفازة. فاليوم نحن حديثنا إن يوم الفصل كان ميقاتا. طبعا كل اسم من أسماء يوم القيامة فيه معنى سيحصل يوم القيامة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، الفصل بين مين ومين؟ هلا نحن قاعدين صح، كلنا مع بعضنا البعض صح، صلينا المغرب مع بعض صح، هنصلي العشاء مع بعض، حضرنا الدرس، لكن يوم القيامة سيكون هناك فصل، لأنه في واحد بدرجة عليا عليا، واحد بدرجة وسطى، واحد بدرجة دنيا، سيحصل الفصل. إن يوم الفصل زي الامتحان، الامتحان واحد تقديره يا أخي ممتاز، واحد تقديره جيد جدا، واحد تقديره، واحد باقي الإعادة. فهذا يوم الفصل، الفصل بين المؤمنين في درجات الجنة، الفصل فريق في الجنة، وهذا أعظم فصل، وفريق في السعير يا رب. وربما يكون عائلة واحدة، ربما يكون عائلة واحدة، بعض أفرادها في الجنة وبعض أفرادها في النار، وكانوا غير مفصول بينهم في الدنيا، يعيشون بدار واحدة. الله أكبر الله أكبر، كانوا يعيشون في حي واحد، تم الفصل بينهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأهل النار دركات، منهم فوق منهم وسط منهم تحت تحت، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، معناتها في دركات. وفي اللغة الدرك أو الدركة هي الدرجة التي تذهب هبوطا، والدرجة هي الدرجة التي تذهب صعودا، فالنار دركات والجنة درجات، ولا يقال للجنة دركات ولا يقال للنار درجات إلا من باب المجاز، أما الأصح والأصوب دركات النار ودرجات الجنة. أنت تريد عندما يأتي يوم الفصل أن تكون من أهل الدرجات يا أخي، أم تكون لا سمح الله من أهل الدركات؟ بيدك أنت الآن، بعملك تكتب مصيرك، بعملك تكتب مصيرك طبعا، وتطلب الهداية من الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، لكن المشيئة جعلها الله إليك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. القلم اليوم بيدك، لكن بعد أن تنتهي الكتابة وتطوى الصحف النتيجة عند الله. إما خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، وإما تتلقاهم الملائكة. يا سلام، تعالوا يا حبيباتي، أهلا وسهلا، والله منتظرينكم ومشتاقين. إن يوم الفصل في المسجد الواحد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي خير الخلق بعد الأنبياء الصحابة صح، وشر الخلق المنافقين في مسجد واحد، حتى لا يخيل أن الذي يأتي يقول هؤلاء متشابهون مثل بعضهم البعض. لكن يوم القيامة أبو بكر الصديق يدعى من أبواب الجنة الثمانية رضي الله عنه، وعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين يدعى
فيسحب على وجهه سحبا خذوه فغلوا. بينما كانوا في الدنيا يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض يا رجل. لذلك هنا السر في قضية اسم الفصل، إن يوم الفصل بين أهل الدرجات والدركات، وبين أهل الدرجات فيما بينهم، وبين أهل الدركات فيما بينهم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي موعدا لا يخلف ولن يتخلف عنه أحد. شوف هلا أشد شيء في أي دولة، طبعا عم نتكلم عن الدول بتاعتنا، أشد شيء في الدول هو السوق للخدمة العسكرية، صح؟ وهناك من يتخلف عنه، صح؟ يهرب يفر مسافرا مش عارف إيه. لكن هذا يوم الفصل عندما ينفخ في الصور لن يستطيع أحد إلا أن يأتيه. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، امشي يلا امشي. يا ويلنا هذا يوم الدين، فتجيبهم الملائكة هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، شرف. فمن كذب سيأتي ومن صدق سيأتي، وعلى اختلاف مراتبهم في التكذيب سيأتون جميعا، وعلى اختلاف مراتبهم في التصديق سيأتون جميعا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، زمنا محددا لن يستطيع أحد أن يتخلف عنه. بدايته يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أحيانا يفصل وأحيانا يجمل، فأحيانا يقول لك يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. هنا قال يوم ينفخ في الصور تأتون أفواجا، اختصر الموقف في نفخ في الصور، في صور وصاحب الصور اسمه إسرافيل، وهذا جزء من عقيدتنا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من عند الله. في صور حقيقي يتم النفخ فيه من قبل ملك عظيم. يوم ينفخ في الصور يأمر الله صاحب الصور، ورسول الله قال بعثت وصاحب الصور قد جثى على ركبتيه والتقم قرنه ينتظر أن يؤمر به فينفخ فيه. يا ساتر، رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرته بيننا وبينها 1444 سنة، لكن الملائكة لا يخضعون للزمن كما نخضع. هو بالنسبة له صاحب الصور دوبه يعني جلس واضع الصور كده ينتظر ربه يقول له انفخ، فنفخة واحدة فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربك. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوما معينا محددا بدقة لا يتأخر عنه أحد ولا يسبقه ويتقدم عليه أحد. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، وهذا الميقات الذي قال الله عنه وما نؤخره إلا لأجل معدود، هذا الموعد لا يعلمه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي من الأولياء. قال تعالى إن الله عنده علم الساعة، وهذه أداة حصر، يعني إن الله وفقط الله عنده علمه، عنده علم الساعة. بيطلع لك بعض المنجمين الكهان العرافين يقول لك يوم القيامة هو 2037. يا أخي بلا هبل، إن الله عنده. لا، وتلقى كثير من المسلمين مصدقين، تصدقون هذا الكذاب الأفاك ولا تصدقون الله في قوله إن الله عنده علم الساعة. عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس
بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. طبعا نحن ما بصدد تفسير هذه الآية، لكن المهم الشاهد إن الله عنده وفقط علم الساعة. إذا كان نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، قال الله تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وفي آية سورة الشورى: وما يدريك لعل الساعة قريب. قال بعض السلف وينسب ذلك إلى ابن عباس: كل ما في القرآن ما يدريك فلم يدره، وكل ما في القرآن وما أدراك فقد أدراه. قال: وهذا من باب الاستقراء والتتبع لمعرفتهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وما أدراك ما ليلة القدر، ربنا أدراه ما ليلة القدر، وقال لنا: أريتها أسجد ليلتها بين الماء والطين. إذن وما أدراك فقد أدراه، لكن وما يدريك لم يدره. لذلك عندما جاء سيدنا جبريل في الحديث الصحيح قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام كذا، قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، إلى أن قال له: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا ولا أنت نعلم متى الساعة. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني على علاماتها عندما يقترب حدوثها، أخبرني. فأخبره، لكن متى هي؟ أبدا. هلأ جاء في الحديث الصحيح أنها تقوم يوم الجمعة، لكن أي جمعة؟ مع الجمعة تتكرر في كل أسبوع، وفيه تقوم الساعة كما جاء في الحديث الصحيح، لكن أي جمعة؟ فما من ملك في السماوات والأرض إلا وهو خاشع يوم الجمعة، يخشى أن تكون هذه الجمعة قيام. ونحن بنعمل إيش يوم الجمعة؟ يوم الونسة والنزهات والولول، ما في مشكلة. الله قال: فانتشروا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فانتشروا فعل شو؟ فعل أمر. هل يفيد الوجوب؟ لا يفيد الوجوب، لأنه أمر جاء بعد حظر. لأن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وذروا، إذا انذروا واسعوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، يعني عاد الموضوع الانتشار إلى ما كان عليه قبل أن يحظر عند النداء. يعني هنا يفيد الإباحة. بيجيك بعض الأحباب بعد، إذا حبيت الخطيب مثلا يلقي كلمتين بعد الصلاة بيمشي، بيلقى الله قال: فانتشروا. يا حبيبي تعال، فانتشروا فعل أمر صورته حقيقته الإباحة، يعني عودوا إلى ما كنتم عليه. ما تيجي تقول له للشيخ ده تعلمه، ما تكلم، فانتشروا. يا أخي أنت بدك تنتشر، انتشر. نحن فهمنا فانتشروا غير ما فهمت أنت فانتشروا. وكلنا سيأتي يوم النشور منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، إذن كان في ما كان في القرآن وما يدريك فما أدراه، وما كان ما أدراك فقد أدراه، والله أعلم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. قال مجاهد: أفواجا أي زمرا زمرا، وعنا آية سورة في القرآن اسمها سورة الزمر. طيب هلأ هذا المعنى الذي قاله مجاهد وهو من تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس ذكر في الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة. كلمة أزواجا في الواقعة أي أصنافا يتم الفرز، السابقين السابقين، أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة. هلأ هذا يكون في مرحلة. المعنى الثاني قال ابن جرير الطبري أخذا عن كثير من الصحابة: يعني تأتي كل أمة مع رسولها. هذا في المقطع الأول.
لأن كل أمة تأتي مع رسولها ليشهد عليهم الرسول أنه بلغهم، وهم إما يوافقون وكثير منهم يجحدون، يقولون يا رب ما بلغنا نوح، فيقول الله لنوح وهو أعلم به، هذا حديث شفاعة، يا نوح من يشهد لك؟ فيقول يا رب يشهد لي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي الله بزبدة أمة محمد، ليس كل أمة محمد شهداء، لكن النخبة منهم، فيقال لهم أتشهدون أن نوحا أتى قومه وبلغهم رسالة ربهم؟ فيقولون نعم يا رب نشهد. فبتحتج أمة نوح، يا رب كيف تقبل شهادتهم ولم يكونوا معنا؟ كيف عم يشهدوا على شيء لم يروا؟ فيقول الله لهم كيف تشهدون على ما لم تروا؟ قالوا يا رب شهدنا بشهادتك أنت في القرآن أن نوحا جاء قومه وبلغهم فتقبل شهادتهم شهادتهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لذلك في البداية فعلا تأتي كل أمة مع رسولها، ثم بعد الحساب يتم الفرز، فيأتون إلى مآلهم في الجنة أو النار زمران زمران زمرا. وكل شيء في القرآن إذا وجدت هذا يختلف مع هذا ما في تناقض، لكن إما تكون مراحل وإما يكون الموضوع بالتدريج، يعني هذا المشهد الأول هذا المشهد الثاني. هلأ ربنا قال أنه خلق الإنسان من تراب، وقال خلقه من طين، وخلقه من صلصال من حمأ مسنون، ومن صلصال كالفخار، وقال خلق من ماء مهين وماء دافق، هذه كلها أوصاف لموصوف واحد أو إيش؟ مراحل، ما في تناقض. ما بداية الخلق من تراب، عجن التراب بالماء فأصبح طينا، أشرقت عليه الشمس فأصبح حمأ مسنونا، اشتدت عليه الشمس فأصبح صلصال كالفخار، ثم نفخ الله فيه الروح، هذا الإنسان الأول، ثم بقية البشر من ماء مهين بحسب المكان الذي يخرج منه، هو مهين، هو لا يخرج من الفم ولا من العينين ولا من الأذنين، يخرج من حيث تعلمون، فهو بهذا الوصف شو؟ مهين. وهو دافق لأنه لا يخرج سيلا يسيل وإنما دفقا يتدفق، فهذه أوصاف متعددة لموصوف واحد أو عن مراحل. وهذا سيأتي معنا في الجبال، ربنا قال مرة نصفت، مرة قال سيرت، مرة قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها، نصفت ينسفها ربي نسفا. طيب قد واحد يأتي يقول نسفا أم سيرت أم مش عارف، حبيبي هذه كل مراحل، أولا تنسف، إذا نصفت طارت فسارت، ثم تتفتت، ثم تنزل إلى الأرض تصبح كالعهن المنفوش أو كثيبا مهيلا، ثم يسويها الله بالأرض مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه كل شو؟ مراحل. ما يجي واحد يقول في تناقض عندكم، في تناقض في مخك يا أخي، تعلم تعلم أنه لا يوجد تناقض. إذن هنا ربنا قال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وشبه مجيئهم كأفواج، مرة بالفراش المبثوث ومرة بالجراد المنتشر، وهذا أيضا مراحل، لأن الجراد يسير في أسراب منظمة، يأتون على الأخضر واليابس فلا يبقون للقوم شيئا يأكلونه، قال هذا في المرحلة الثانية، لكن عندما يخرجون من القبور يخرجون فراشا منتثر، أي يطيرون ويذهبون في كل الاتجاهات حتى يقول لهم الداعي تعالوا فيأتون كالجراد المنتثر. مراحل. نعم. فتأتون أفواجا كما قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي تأتي كل أمة مع رسولها. والله يا المعية حلوة، اتصور نحن نأتي مع من صلى الله عليه وسلم، بآبائنا هو وأمهاتنا، نحن ماشيين هيك وراه هو، يا سلام. لكن بعد ذاك يقف على الحوض، فمنا من يقدم عليه الحوض
ويشرب منه ومنهم من يطرد عنه. نحن هنجي المجيء الأول مع نبينا، لكن العبرة في من يبقى على الحوض فيشرب. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. أيوة، معناتها رسول الله له مجلس يوم القيامة. في منا قراب، وفي منا مقربين جدا جدا، وفي منا بعيدين، وفي منا فيزادون عن الحوض كالبعير الأجرب. فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول ليس من أمتك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول سحقا سحقا، الله لا يئنكم، الله معكم. نعم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. أخرج الإمام البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين. إذن هناك نفختين في الصور، نفخة الصعق ونفخة الإحياء، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذا النفختين، هذا بنص القرآن، ما بين النفختين 40، هذا كلام رسول الله. فقيل لأبي هريرة: 40 يوما؟ قال: أبيت، والله ما لي متأكد ولا أعلم، ولن أحدثكم بغير علم. أبيت يعني رفضت التحديد، 40 يوم. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ 40 سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء، طبعا ثم هنا تفسيرية وليست عطف، فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم درس شيء تشريح، هل عمل اختبارات على أناس ماتوا من زمن بعيد ليقول كل شيء يفنى إلا عجب الذنب؟ وعجب الذنب هو آخر فقرة في العمود الفقري، دي اللي تحت 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 الصغيرة دي. هلأ يقال، ولست متأكدا، أنهم أجروا عليها اختبارات حرق وسحق فلم تفنى. ورسول الله يقول لك كل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا. ما الذي دعاه إلى أن يحدد هذا العظم وهو يعلم بما أعلمه الله أنه بكرة سيصير في تقدم بالعلم والتكنولوجيا، وهو يعلم أن كل هذا العلم لن يستطيع أن ينقض حرفا واحدا مما أوحى الله إليه؟ نكتفي بهذا القدر، ونوصلنا إلى وفتحت السماء فكانت أبوابا. نتابع الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.